احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، احبتي في الله احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، عشنا في حلقتين سابقتين نتحدث عن مصيبه كبيره تعصف بالقلب، الا وهي مصيبه وافه الحسد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول ثلاثة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينجو ثلاثة لا ينجو منها أحد، وقل من ينجو منها: الظن والطيرة والحسد. ولذلك المسلم عندما يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد ان ابن ادم حسد اخاه، فماذا كانت نهايته؟ غضب الله عليه. اخوة يوسف لما حسدوا الله عز وجل بوأ يوسف يعني مبوأ صدق. اولا يعني اسبابه ايه؟ ايه اسباب الحسد؟ اولا ابتعاد الناس عن حقيقة الدين، ودي كارثة كبيرة، لان لما انا اكون عندي دين في قلبي ارضى بما قسم الله له. وبعدين الانسان يصير عبدا لرغباته وشهواته، فيريد ان ياخذ ما عند الناس، عنده الصفات الكلبية او السبعية، ان ياخذ ما في يد الناس وان ياخذ ما عند الناس، سبحان الله. ولذلك ان سوء الظن بالله والعياذ بالله رب العالمين، وعدم حسن الظن به عز وجل، وعدم الثقة به، وعدم التوكل عليه، هذا الذي اورث الحسد القبيح في قلوب الناس. والناس تنظر الى ما في ايدي الناس. لكن احنا لو احسننا الظن بالله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان هذه النعمة، انما هي لابتلائه وانما هي لحكمة لا يعلمها الا الله عز وجل، اصبر واحتسب. لان الناس لما يحسنوا الظن بالله عز وجل ويكونوا بعيدين عن سوء الظن، فلا يكون امر طبيعي ان يبعد عن مصيبة الحسد. هذا البرنامج برعاية متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، اكتشف أكثر. هذا البرنامج برعاية الصكوك الوطنية. في متاحفنا تتجلى روعة الحاضر وعراقة الماضي. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، اكتشف أكثر. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. طقم كامل فوق تحت، ما أقدر أكل كبسة، التمرة ما أقدر أكلها. لما استعملت كريقة ارتحت نفسيا، تاكل طبيعي جدا، ثلاث رقاط كريقة صباحا وصير نهاري روعة، كله فضل كريقة. كريقة. هذا البرنامج برعاية الصكوك الوطنية. قيل لن يكون العالم مسطحا، قيل بناء المدن يمتد عقودا من الزمن، قيل لن تنعم المدن يوما بسحر الريف، قيل لن تنبت الأشجار يوما في البحر. نحن نقول وماذا بعد؟ نخيل، حيث الرؤية تلهم البشرية. هذا البرنامج برعاية الصكوك الوطنية. الشمس مصدر نمو الطبيعة، بتغذي محاصيلها وتجفف خضرواتها وتحفظ في كل المواسم لذتها. الشمس مصدر إلهام كنور، اللي تقدم لك ألذ الوصفات طبيعية من غير مواد حافظة. كنور، لتشرق مائدتك بالخيرات. هذا البرنامج برعاية متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، اكتشف أكثر. هذا البرنامج برعاية الصكوك الوطنية.
ايضا السبب الحسد مظاهر الدنيا الخداعة. انا عايز اكون مدير، عايز اكون رئيس، عايز اكون رئيس المؤسسة، ولذلك ليه فلان يكون غيري؟ انا عندي طاقات احسن من طاقاته، انا عندي عقل احسن من عقله، عندي اجازات علمية افضل منه، لماذا؟ ولذلك ادبر له كل مصيبة واحسده واذم، وعندي غل وحقد داخلي. طب ما الذي يفيدني بعد ذلك؟ والاخر يرى ان مظاهر النعمة عند الاخر تجعلني انا حسود والعياذ بالله اتضجر، ارى ان سبحان الله العظيم كيف ان ده عنده اولاد وعنده اموال وعنده كذا وانا ليس عندي، هذه مصيبة لانك ما رضيت بقسمة الله سبحانه وتعالى. لكن الحسود مصيبته انه ينظر دائما الى الجانب الاسود ونصف الكوب الفارغ الذي عنده، لكن لو نظر الى نصف الكوب المليء والله ده خير وبركة. طيب السؤال المطروح، كيف نواجه هذه المصيبة؟ يعني كيف نواجه هذا الداء الذي ينخر في عظام المجتمع؟ اول شيء من العلاجات القرآنية الحكيمة التي اوجدها رب العباد سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل يأخذ بأيدي الناس الى التنافس فيما عنده، وبذلك فليتنافس المتنافسون، مش في تحصيل الاموال، لا، في مرضات الله عز وجل. فان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقر كافر منها جرعة ماء. هذا هو الامر الاول. فالتنافس في مرضات الله وفي ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يهم في الدرجة الاولى. اذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه انت في الاخرة، يجعل تعلق قلبك وحرصك على الباقي وليس على الفاني. انظر الى السلف الصالح ماذا صنعوا، تنافسوا في الاخرة. عمر يأتي بنصف ماله، ابو بكر يأتي بماله كله، سبحان الله. الصديق رضي الله عنه كان يعطي مما اعطى الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر في مشرق الارض ومغربها بالخير. لماذا؟ لانه كان يتطلع الى ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا اتطلع الى ما عند الناس، بالعكس. يعني الله عز وجل كما اعطى فلان عنده من الخزان ما يعطيني واكثر، بدل ما اسيء الى فلان واسيء الادب مع الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين، واسيء الظن في حكمته، ادعو الله ان يعطيني. وبعدين يعني الانسان سبحان الله الذي يعني يتقي الله رب العالمين ويقنع بما اتاه الله سبحانه وتعالى، يعلم انه انما يسيء الادب مع الله والعياذ بالله. اولا يجب ان تجرد التوحيد في قلبك، وتعلم ان الذي يرزق انما هو الله سبحانه وتعالى، وانه لا راد لقضائه، وان حسدك هذا لا يزيدك الا حنقا ومرضا وكمدا. ثم ان تحسن الى الحاسد باحسانك الى من تظن انه يحسدك، واحد قريبك يحسدك احسن اليه، واتقي شر من احسنت اليه بالاحسان اليه، ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فتحسن الى الناس وبالذات المقربين اليك اللي من اهلك اللي بيحسدوك، انت يعني استل مصيبة الحسد التي عندهم باعطائهم وبالاغداق عليهم وبالدعاء لهم. وانت ايها الحاسد يجب ان تعلم ان الحسد لا يقربك من الله، وما عليك ايها الانسان المسلم الا ان تعوذ نفسك دائما بالمعوذتين، وتعلم اولادك هكذا، وان نقرأهما قبل النوم للفلق والناس، وننفث في ننفخ يعني كده في كفنا ثلاث مرات، ثم نمسح بها الوجه والجسد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني ان يرفع الحسد من قلوبنا، وان يجعلنا احبة فيه سبحانه وتعالى. ان ربنا على ما يشاء قدير. نسأل الله سبحانه ان يملأ قلوبنا رحمة وحلما ويقينا وايمانا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.